السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي من الفرقة الثانية شعبة نظم المعلومات الإدارية بمادة أساسيات التسويق، سوف نتناول اليوم معا تطبيقات الفصل الخامس بعنوان استراتيجيات التسعير. تشمل محاور العرض أولا تعريف التسعير، ثانيا العوامل اللي واجب أخذها في الحسبان عند تسعير المنتج، ثالثا الطرق المختلفة لتحديد سعر المنتج، رابعا سياسات تسعير المنتج الجديد، خامسا إدارة الأسعار. سنتناولهم جميعا بالتفصيل فيما يلي. أولاً تعريف التسعير. تعالوا نفتكر مع بعض اللي تناولناه في الفصل الأول صفحة 21 تحديداً. قلنا أن عناصر المزيج التسويقي هم Product, Price, Place, Promotion. Price تسعير كممثل لعملية موازنة بين منفعة مكتسبة وقيم نقدية مدفوعة من قبل المستهلك أو المشتري. على سبيل المثال، أنا مش ممكن أدفع في اللولي بوب اللي موجودة في الصورة دي أكثر من 3 جنيه، ولا ممكن اشتري كيس شيبسي اكتر من 3 او 5 او 7 جنيه. لو ب20 مثلا استحالة اشتري، لان المنفعة المكتسبة منه ساعتها مش هتتوازن مع قيم النقدية المدفوعة. يعني ببساطة، التسعير هو احد عناصر مزيج التسويقي، بيمثل عملية موازنة بين المنفعة المكتسبة وقيم النقدية المدفوعة. نبدأ نتناول السؤال. يعتبر أحد عناصر المزيج التسويقي ممثلة لعملية الموازنة بين المنفعة المكتسبة وقيم النقدية المدفوعة. اختيارات المتاحة أمامي: تسعير، ترويج، توزيع، منتج، أفراد. نفكر في السؤال شوية. الإجابة وبلا شك أكيد التسعير. التسعير هو الممثل لعملية الموازنة بين المنفعة المكتسبة وقيم النقدية المدفوعة. نتناول السؤال في شكل آخر. يمثل المنتج عملية الموازنة بين المنافع التي يحصل عليها المشتري أو المستهلك بالقيمة النقدية التي يمكن أن يدفعها. هل الإجابة صحيحة أم خطأ؟ متفقين؟ عملية موازنة بين منافع وقيم نقدية مدفوعة. إذن الإجابة وبلا شك هتكون إجابة خطأ، والإجابة الصحيحة كان المفروض يكون التسعير. ثانياً، العوامل الواجب أخذها في الحسبان عند تسعير المنتج بتنقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي العوامل التي يمكن التحكم فيها وتخضع لسيطرة الإدارة، وتشمل 4 عوامل ممثلة في الأهداف التسويقية، مستوى التكنولوجيا المستخدم، عناصر المزيج التسويقي الأخرى، والتكاليف الكلية. مبدئياً، لو أنا هدفي التسويقي هو الحفاظ على حصة سوقية، لازم أقدم منتجي بسعر مقارب لسعر منافس، بل وأقل منه إذا قدرت. طب فيما يتعلق بالمستوى التكنولوجي، كل ما ارتفع مستوى التكنولوجيا كل ما قدرت أطرح منتج جديد ومميز عن المنافسين، وقتها بس هتتاح لي الحرية لرفع السعر. العامل الثالث هو عناصر المزيج التسويق الأخرى. أنا هطرح منتج مميز عن المنافسين، ذو جودة مرتفعة، عملت له حملة إعلانية مكثفة، طبيعي السعر ده هيكون مرتفع. وأخيرا التكاليف الكلية، لازم سعر المنتج يغطي التكلفة ويحقق هامش ربح، وإلا إيه الجدوى من طرحه للأسواق. المجموعة الثانية وهي العوامل التي لا يمكن التحكم فيها ولا تخضع لسيطرة الإدارة، وتشمل قوانين والنظم الحكومية ودرجة المنافسة ومستوى الطلب. فاكرين القوانين والنظم الحكومية؟ قلنا ان هي بتأثر عليا بطريقتين. لو هي ادتني اعفاءات ضريبية والغت الجمارك، انا هقدر اخفض سعر منتجي. لكن العكس، لو فرضت ضريبة مبالغ فيها على منتجاتي، ايه اللي هيحصل؟ سعر المنتج لازم يشمل الضريبة دي، اذا هيرفع سعر المنتج. درجة المنافسة، كل ما زادت درجة المنافسة كل ما قلت قدرتي على رفع السعر. يعني في علاقة عكسية ما بين رفع السعر ما بين درجة المنافسة. على العكس مستوى الطلب، العلاقة ما بينهم طردية، كل ما قل مستوى الطلب كل ما قللت السعر عشان أجذب فئة أكبر من العملاء اللي يتعاملوا معايا. لكن لو الطلب عالي ومرتفع على منتجي، وقتها بس أقدر أرفع سعر المنتج. نبدأ نتناول مع بعض مجموعة الأسئلة الخاصة بالعوامل الواجب أخذها في الحسبان عند تسعير المنتج. السؤال الأول، تقتصر العوامل المؤثرة على تحديد سعر المنتج على تلك العوامل التي يمكن التحكم فيها
أو التي لا يمكن التحكم فيها؟ نركز في السؤال شوية. احنا قلنا ان احنا عندنا مجموعتين من العوامل، عوامل يمكن التحكم فيها وعوامل لا يمكن التحكم فيها. إذن الإجابة هتكون إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده: تشمل العوامل المؤثرة على تحديد سعر المنتج والتي يمكن التحكم فيها كل ما يلي ما عدا. احنا قلنا اول ما نشوف كلمة ما عدا باستثناء ليس من بينها، الإجابة الصح هي هتكون الإجابة الغلط ما بين الاختيارات المتاحة. نتذكر مع بعض: العوامل التي يمكن التحكم فيها وتؤثر على تحديد السعر ممثلة في الأهداف التسويقية، مستوى التكنولوجيا المستخدم، عناصر المزيج التسويق الأخرى، والتكاليف الكلية. إذن الإجابة هتكون مستوى الطلب. السؤال التالي: يعتبر كل ما يلي من العوامل المؤثرة على تحديد سعر المنتج والتي لا يمكن التحكم فيها باستثناء: مستوى الطلب، قوانين والنظم الحكومية، عناصر المزيج التسويق الأخرى، درجة المنافسة. العوامل المؤثرة على تحديد سعر المنتج ولا يمكن التحكم فيها كانوا ثلاثة: مستوى الطلب، قوانين والنظم الحكومية، ودرجة المنافسة. باستثناء يبقى اختار الإجابة الغلط. إذن الإجابة هتكون عناصر المزيج التسويقي الأخرى. ثالثا: الطرق المختلفة لتحديد سعر المنتج. فاكرين لما كنا بنقول لازم يكون في عين عندي للعميل وعين الأخرى على المنافس؟ الطرق المختلفة لتحديد سعر المنتج هتشمل ثلاث طرق: تحديد سعر على أساس القدرة الشرائية للعميل، وتحديد السعر على أساس متوسط أسعار المنافسين، وأيضا تحديد السعر على أساس إجمالي التكلفة. لو أنا عايز أحدد سعري على أساس إجمالي تكلفتي، المعادلة ببساطة: السعر هيساوي إجمالي تكلفة المنتج زائد الهامش الربح المستهدف. أنا بنتج القلم بجنيه ونص، حط عليه هامش ربح 50 قرش وبيعه ب2 جنيه. لكن يفضل استخدام الطريقة دي في حالة أني ما عنديش منافسين مع منتجي، يعني لو كان منتج مميز قدر الإمكان، العملاء ما بيكونش عندهم خبرة في سعره. الطريقة التانية هي تحديد السعر على أساس القدرة الشرائية للعميل. احنا قلنا مفهوم الحديث للتسويق بيقول ان العميل هو نقطة البداية ونقطة النهاية. المعادلة المستخدمة في تحديد السعر على أساس القدرة الشرائية للعميل هي ان السعر اللي بيقبله العميل اطرح منه اجمالي تكاليفي واشوف اذا كنت بحقق ربح او خسارة عشان اقدر احدد السعر المظبوط. الطريقة الثالثة هي تحديد السعر على أساس متوسط أسعار المنافسين. متوسط أسعار المنافسين لو طرحت منه إجمالي التكلفة، يا إما هينتج ربح يا إما هينتج خسارة، وبناء عليه أقدر أحدد سعر منتجي إذا كان هيبقى مساوي أو مقارب لسعر المنافس أو أقل منه إذا تمكنت. تعالوا نتناول مع بعض الأسئلة الخاصة بالطرق المختلفة لتحديد سعر المنتج. السؤال الأول: تتمثل الطرق المختلفة لتحديد سعر المنتج في اختيار متاح أمامي، تحديد السعر على أساس إجمالي التكلفة، تحديد السعر على أساس القدرة الشرائية للعملاء، تحديد السعر على أساس متوسط أسعار المنافسين، كل ما سبق ألف وباء فقط. أكيد طبعا وبلا شك الإجابة هتكون كل ما سبق، إن احنا اتفقنا إن في ثلاث طرق مختلفة لتحديد سعر المنتج. السؤال الذي يليه: تقتصر طرق تحديد سعر المنتج على تحديد السعر على أساس القدرة الشرائية للعملاء وتحديد السعر على أساس متوسط أسعار المنافسين. وهنا حدد لي كم طريقة؟ 2 فقط: على أساس القدرة الشرائية للعملاء وعلى أساس متوسط أسعار المنافسين. نفكر شوية، هما كانوا كم طريقة؟ أيوة هما كانوا 3 طرق. يبقى أكيد الإجابة غلط، لأن هنا تجاهل تحديد السعر على أساس إجمالي التكلفة. رابعا: سياسات تسعير المنتج. أنا عندي 3 سياسات لتسعير المنتج ممثلة في التغلغل إلى السوق، تسعير خط المنتجات، وقشط السوق.
أولا التغلغل إلى السوق. أنا هقسم السوق إلى شرائح تسويقية، كل شريحة يكون فيها مستوى جودة معين يقابله سعر محدد. السياسة التانية هي سياسة تسعير خط المنتجات. تسعير خط المنتجات دايما بيكون مرتبط بمجموعة المنتجات المتكاملة. مجموعة المنتجات المتكاملة، أنا هطرح المنتج الرئيسي بأقل سعر والمنتجات المكملة بأعلى سعر. سياسة قشط السوق وهي السياسة الثالثة، تقوم على طرح المنتج للأسواق بأعلى سعر ثم ابتدي أخفضه تدريجيا. يبقى التغلغل إلى السوق، هقسم السوق لشرائح تسويقية، كل شريحة لها مستوى جودة معين يقابله سعر محدد، زي الشواكت الجوخ اللي فرو طبيعي. ممكن أنتج شواكت جوخ أيضا، ولكن بدل فرو طبيعي أستخدم فرو صناعي عشان يتناسب طبقة أقل. مجموعة المنتجات المتكاملة أشبه شوية بالموبايلات الصيني أو السيارات الصيني، دايما بيبقى سعر المنتج الرئيسي منخفض، سعر السيارة منخفض أو سعر الموبايل منخفض، ولكن لو أنا جبت أي قطعة غيار في حالة حدوث أي مشكلة بيها هيكون بسعر مرتفع جدا. قشط السوق، هطرح المنتج بأعلى سعر بلا منافسين، تدريجيا المنافسين هيبدأوا يقلدوني ويدخلوا السوق، فبناء عليه هخفض السعر تدريجيا عشان أقدر أسيطر على حصتي السوقية ولا يحدث فيها انخفاض. تعالوا نتناول مع بعض سياسات تسعير المنتج في ضوء الأسئلة الخاصة بيها. السؤال الأول، سياسة وفقا لها يتم تقسيم السوق إلى شرائح تسويقية، كل منها يقبل مستوى جودة معينة للمنتج عند مستوى سعر محدد. الاختيارات المتاحة أمامي، التغلغل إلى السوق، قشط السوق، تسعير خط المنتجات، السعر المتغير والسعر الموحد. ركز كده في السؤال، وقال لي هيقسم السوق لشرائح تسويقية، مستوى جودة معينة يقابلها مستوى سعر محدد. إذن الإجابة هتكون التغلغل إلى السوق. السؤال الذي يليه، سياسة تركز على تسعير مجموعة منتجات متكاملة وذلك بأقل سعر ممكن للمنتج الرئيسي وبأعلى سعر ممكن للمنتجات المكملة. مجموعة منتجات الرئيسي منها بأعلى سعر ولا بأقل سعر؟ بأقل سعر، والمنتجات المكملة هي اللي بأعلى سعر. إذن السياسة دي هتكون وبلا شك سياسة تسعير خط المنتجات. السؤال الذي يلي، السؤال التالي، يمكن تحديد سعر عالي نسبيا للمنتج في بداية طرحه للأسواق ثم يتم تخفيض ذلك السعر تدريجيا وفقا لسياسة. اختيارات المتاحة، تغلغل إلى السوق، قشط السوق، تسعير خط المنتجات، السعر المتغير، السعر الموحد. سعر عالي عند بداية طرحه للأسواق ثم تخفيض ذلك السعر تدريجيا، إذن الإجابة هتكون قشط السوق. السؤال الذي يليه، بمقتضى سياسة قشط السوق يتم تقسيم السوق إلى شرائح تسويقية لكل منها مستوى جودة معين يقابله سعر محدد. احنا اتفقنا ان قشط السوق طرح منتج في السوق بأعلى سعر ثم تخفيضه تدريجيا، يعني انا لو ركزت على المصطلح هنا العبارة تدل عليه عبارة خاطئة، انما فيما يتعلق بالشرائح التسويقية وتقسيمها إلى مستويات جودة معينة يقابلها سعر محدد كانت المفروض تكون التغلغل إلى السوق. خامسا، إدارة الأسعار. عندي سياستين مميزتين لإدارة الأسعار، هي سياسة السعر الموحد وسياسة السعر المتغير. وفقا لسياسة السعر الموحد أنا هقدم السلعة بنفس السعر لجميع العملاء مهما اختلفت أنواعهم أو كميات المشتري. يبقى من اسمها سعر موحد يعني نفس السعر، سعر ثابت لجميع العملاء. بينما سياسة السعر المتغير بتركز على تقديم نفس السلعة
في نفس الوقت لنفس الفئة من العملاء بنفس الكميات وبنفس الشروط، ولكن بأسعار مختلفة. ومرة سياسة السعر الموحد بتركز على تقديم السلعة بسعر ثابت أو بنفس السعر، إنما سياسة السعر المتغير بتركز على تقديم نفس السلعة ولكن بأسعار مختلفة. نتناول الأسئلة. سياسة تهتم بتقديم السلعة بنفس السعر لجميع العملاء مهما اختلفت أنواعهم أو الكميات المشترى. الاختيارات المتاحة: تخلخل إلى السوق، قشر السوق، تسعير خط المنتجات، السعر المتغير، السعر الموحد. تقديم السلع بنفس السعر هتكون الإجابة وبلا شك السعر الموحد. السؤال التالي: يمكن تقديم نفس السلعة في نفس الوقت لنفس الفئة من العملاء الذين يقومون بشراء نفس الكميات تقريبا وبنفس الشروط ولكن بأسعار مختلفة وفقا لسياسة؟ الاختيارات المتاحة: تخلخل إلى السوق، قشر السوق، تسعير خط المنتجات، السعر المتغير، السعر الموحد. أكيد الإجابة هتكون وبلا شك السعر المتغير. السؤال التالي: بمقتضى سياسة السعر المتغير يمكن تقديم السلعة بسعر ثابت لجميع العملاء مهما اختلفت أنواعهم أو الكميات المشترى. نركز على السعر. السعر هنا قال لي سعر إيه؟ سعر ثابت، يعني نفس السعر. كان الإجابة المفروض تكون السعر الموحد. إذن الإجابة هتكون إجابة خاطئة. التصحيح إما كان يكون إن المصطلح هو السعر الموحد أو العبارة الدالة عليه تتمثل في تقديم السلعة بأسعار مختلفة. النقطة الأولى اللي تناولناها في إدارة الأسعار كانت ممثلة في الفرق ما بين السعر الموحد والسعر المتغير. النقطة الثانية ممثلة في أهداف اختلاف السعر والأساليب المتعلقة باختلاف السعر. أهداف اختلاف السعر تشمل 3 أهداف رئيسية: زيادة المبيعات والأرباح في الأجل الطويل، مواجهة المنافسين، والتقليل من التغيرات الموسمية في الطلب. بعض المنتجات بيكون الطلب عليها في بعض المواسم بيكون مرتفع ومنخفض في المواسم الأخرى، زي المشروبات الغازية بيزيد عليها الطلب في الصيف، المكيفات بيزيد عليها الطلب في الصيف، الدفايات بيزيد عليها الطلب في الشتاء. عشان أقلل من التغيرات الموسمية في الطلب أو من انخفاض الطلب في بعض المواسم بقدم عروض أسعار منخفضة. فيما يتعلق بمواجهة المنافسين، كل ما المنافس نزل في السعر لازم أنا كمان تلقائيا أبتدي أخفض في السعر أو أقدم بسعر مقارب له، وإلا هيقل الطلب على منتجاتي. كل ده هدفه في المقام الأول إن أنا أزود مبيعاتي وأرباحي في الأجل الطويل. الأساليب المتعلقة باختلاف السعر، عندي 4 أساليب أساسية متعلقة باختلاف السعر: مساومة، استئجار، خصم، تغييرات قصيرة الأجل في السعر. المساومة اختصرها في كلمة واحدة بس: الفصال. الشعب المصري كله بيحب الفصال. لو دخل محل ولقى مكتوب ممنوع الفصال نفسيته بتتأزم قوي. استئجار أشبه كده بفساتين الزفاف، بدل ما اروح اشتري فستان 30,000 ولا 50,000 عشان ليلة، ما انا ممكن أأجره. المنظمات بتلجأ لاستئجار الآلات والمعدات ذات التكلفة البحث. الخصم مقدار تخفيض في السعر. وأخيرا التغيرات قصيرة الأجل في السعر، هتشمل اني اغير في نسب الخصم، ان اخفض في السعر، ان اقدم عروض وهدايا مجانية. نبدأ نتناول الأسئلة. السؤال الأول: تتمثل أهم أهداف اختلاف أسعار تقديم المنتجات في؟ احنا قلنا أهداف اختلاف أسعار تقديم المنتجات 3: زيادة المبيعات والأرباح في الأجل الطويل، مواجهة المنافسين، التقليل من التغيرات الموسمية في الطلب. الاختيارات شاملة كل ما سبق أو ألف وبه فقط؟ أكيد وبلا شك الإجابة هتكون كل ما سبق.
السؤال الذي يلي: تتمثل الأساليب المتعلقة باختلاف السعر في كل ما يلي ما عدا. الأساليب المتعلقة باختلاف السعر احنا قلنا هم 4: مساومة، انفصال، استئجار، خصم، تخفيض أسعار. تغييرات قصيرة الأجل في السعر زي العروض والهدايا. هاء الأسعار الكسرية، هي الأسعار الكسرية من ضمنهم؟ أكيد لا. يبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة خاصة بالأسعار الكسرية. أنواع الخصم: عندي 4 أنواع رئيسية للخصم، هما خصم الكمية، خصم نقدي، خصم تجاري، مسموحات خاصة بالترويج. أيضا خصم الكمية يشمل نوعين، هما خصم متجمع وخصم غير متجمع. مبدئيا كلمة خصم ممكن نشيلها كده ونحط بدلها كلمة تخفيض سعر، بس أنا هخفض سعر ده لأي سبب من الأسباب؟ لو خصم كمية يبقى أنا بخفض السعر على الكمية المشترى خلال فترة زمنية معينة أو في كل مرة بيتم فيها شراء. يبقى خصم الكمية تخفيض سعر مرتبط بالكمية المشترى خلال فترة زمنية معينة أو في كل مرة يقوم فيها الشراء. طيب خصم كمية متجمع، متجمع يبقى بناء على إجمالي الكميات المشتراة خلال فترة زمنية معينة بيتم منح الخصم. متجمع يعني على إجمالي المشتريات، وليكن خلال سنة انت اشتريت قد ايه خلال السنة انا هعملك عليهم خصم. غير متجمع منح الخصم على الكمية التي يتم شرائها في كل مرة، يبقى في كل مرة هشتري فيها هاخد خصم. انما المتجمع بيكون على إجمالي الكمية المشتراة خلال فترة زمنية معينة. طب خصم الكمية تخفيض سعر مرتبط بالكمية. الخصم النقدي، الخصم النقدي هو تخفيض سعر مقابل دفع قيمة الفاتورة فورا أو خلال مدة زمنية قصيرة. الخصم النقدي هو تخفيض في السعر زي أي أنواع الخصم، تخفيض في السعر، ولكن المقابل بتاعه إن ندفع الفاتورة فورا أو خلال مدة زمنية قصيرة عشان اضمن من الاخر كده ان هو ما ينساش الدين ويسددهولي في ميعاده واقدر استفاد من السيوله النقديه المتوفره عندي. طيب خصم تجاري، خصم تجاري ايضا هيبدا بكلمه تخفيض في السعر، بس التخفيض في السعر هنا بيحصل عليه وسطاء التسويق او الموزعين مقابل ايه؟ خصم تجاري بيكون مقابل الوظائف اللي بيقوموا بيها في توزيع السلعه. خصم تجاري تخفيض في السعر بيحصل عليه وسطاء التسويق او الموزعين مقابل وظائف بيقوموا بيها في التوزيع، وده اللي بيختلف وبيفرق ما بينه وما بين مسموحات الخاصة بالترويج. مسموحات الخاصة بالترويج هو التخفيض في السعر، عادة بيكون في شكل نسبة مئوية، بيحصل عليه الموزعين أو وسطاء التسويق، بس مقابل إيه؟ مقابل الأنشطة الترويجية التي يقومون بها. يبقى مسموحات خاصة بالترويج أنا بخفض في السعر مقابل أنشطة ترويجية بيقوم بها وسطاء التسويق أو الموزعين. خصم التجاري بخفض في السعر مقابل الوظائف اللي بيقوموا بها في توزيع السلعة. يبقى بالترويج الوظائف هنا إيه؟ ترويج السلعة. التجاري توزيع السلعة. النقدي دفع الفاتورة فورا أو خلال فترة زمنية قصيرة. الكمية تخفيض السعر بيكون مرتبط بالكمية المشتراة سواء على فترة زمنية معينة أو في كل مرة بيتم فيها الشراء. تعالوا مع بعض نتناول الأسئلة الخاصة بأنواع الخصم. السؤال الأول: يقصد بخصم الكمية تخفيض السعر الذي يدفعه المشتري من السعر المحدد مسبقا حسب الكميات المشتراة خلال فترة زمنية معينة. السؤال نقسمه: المصطلح العلمي هو خصم الكمية، قلنا خصم معناه تخفيض سعر، كمية يعني مرتبط بالكمية المشتراة سواء خلال فترة زمنية معينة أو في كل مرة بيتم فيها الشراء. إذن الإجابة إجابة هتكون صحيحة لأن المصطلح مطابق للعبارة الدالة عليه. السؤال الثاني: يستطيع العميل الحصول على خصم غير متجمع على إجمالي الكميات المشتراة خلال فترة زمنية معينة. المصطلح هنا إيه؟ خصم غير متجمع. خصم غير متجمع يبقى بيكون على الكميات التي يتم شرائها في كل مرة. المصطلح موجود إنما العبارة الدالة عليه خاطئة. العبارة الدالة عليه دي بتدل على مصطلح تاني آخر وهو الخصم المتجمع. إذن الإجابة إجابة خاطئة. السؤال الثالث: يستطيع المشتري الحصول على خصم متجمع وذلك على الكميات التي يتم شراؤها في كل مرة.
مصطلح خصم متجمع بقى المفروض العبارة تدل عليه إجمالي الكميات المشتراة خلال فترة زمنية معينة. العبارة تدل عليه هي العبارة غير صحيحة، إذن الإجابة هتكون غير صحيحة. رابع، يعكس الخصم النقدي المقدار المخفض من السعر مقابل دفع قيمة الفاتورة فورا أو في خلال فترة زمنية محددة. مصطلح الخصم النقدي، خصم النقدي يبقى تخفيض في السعر مقابل دفع قيمة الفاتورة فورا أو خلال فترة زمنية محددة. المصطلح مطابق للعبارة الدالة عليه، إذا الإجابة صحيحة. السؤال الخامس، يقصد بالخصم التجاري ذلك التخفيض المحدد كنسبة معينة من الأسعار القائمة والذي يمنح الموزعين مقابل أوجه النشاط الترويجية المختلفة التي يقومون بها. الخصم التجاري كمصطلح بيرتبط بأوجه النشاط الخاصة بالتوزيع، إذا المصطلح غير مطابق للعبارة الدالة عليه، إذا الإجابة خطأ. السؤال السادس، تعكس المسموحات الخاصة بالترويج مقدار التخفيض في الأسعار الذي يحصل عليه وسطاء التسويق مقابل الوظائف التي يقومون بها في توزيع السلع. مصطلح المسموحات الخاصة بالترويج بيرتبط بمقابل الوظائف التي يتم قيام بها من قبل الموزعين أو وسطاء التسويق مرتبطة بأوجه النشاط الترويجية، عشان كده هما سموها مسموحات خاصة بالترويج. إذن المصطلح غير مطابق للعبارة الدالة عليه، فالإجابة أيضا خطأ. النواحي المتعلقة بتغيير الأسعار، أختار تغيير الأسعار المتضرر منها في المقام الأول هو الموزع أو الوسيط، ولكن بالتبعية المنتج أيضا بيتأثر بتغيير الأسعار إذ لم يقم باختيار الموزع أو الوسيط. إزاي؟ بكل بساطة، الموزع عنده مخزون متراكم بسعر سابق وليكن سعر مرتفع. لو المنتج خفض الأسعار بدون إعلامه بتغيير تلك الأسعار هيكون في ضمان بيجبره إن هو يدفع فرق الأسعار ده للموزع. يبقى اختار تغيير الأسعار ممثلة في دفع المنتج لفروق الأسعار إذا تسببت تغيير الأسعار في أي خسارة نتيجة تراكم مخزون بسعر سابق لدى الموزع. طب وسائل حماية الموزعين؟ وسائل حماية الموزعين إن أنا أعلنهم بتغيير الأسعار قبلها بفترة كافية حتى يتمكنوا من تصريف المخزون. والضمان، هقدم لهم ضمان إن في حالة إذا كان لديهم مخزون متراكم أنا هدفع لهم فرق السعر. آخر نقطة نتناولها مع بعض النهاردة هي تحديد سعر تجزئة موحد والإصرار عليه. بعض المنتجين بيقوموا بتحديد أسعار منتجاتهم للمستهلك النهائي وبيصروا إن الموزعين يقوموا بالبيع بالسعر المحدد والموحد اللي هم حددوه، وده في المقام الأول لتجنب التلاعب بالأسعار والمنافسات السعرية فيما بينهم. نتناول الأسئلة مع بعض. الأسئلة الخاصة بآخر جزئيتين تناولناهم مع بعض. السؤال الأول، يلزم سعر التجزئة الموحد جميع الموزعين بالبيع وفقا لأسعار موحدة ومحددة. ومن اسمه سعر تجزئة موحد يبقى الأسعار موحدة ومحددة لتجنب المنافسات السعرية بين الموزعين، إذن الإجابة صحيحة. السؤال الثاني، تتم حماية الموزعين من أخطار تغيير الأسعار بعدة طرق ليس من بينها الإخطار المسبق أو الضمان الملزم بدفع فروق الأسعار. الإجابة أكيد غلط لأن كلمة ليس غيرت معنى الإجابة تماما. السؤال الثالث، يرغب المنتجون في تحديد أسعار المنتجات والإعلان عنها للمستهلكين تجنبا لاندفاع الموزعين في المنافسات السعرية. أكيد الإجابة صحيحة، إن السبب الرئيسي في تسعير التجزئة الموحد هو تجنب المنافسات السعرية بين الموزعين. في الختام، شكرا لحسن استماعكم وفي انتظار استفساراتكم.